ثم المساله اللي تم يعني التطرق لها في مجموعه ديال المناظر الاعلاميه اللي حول الزملاء الصحفيين في القناه الثانيه اللي تم تسريح البعض منهم او يقال انه سيتم تسريحهم. شكرا. فيما يتعلق بالقناه الثانيه، هذه مؤسسه كباقي المؤسسات، فقط حنا كندويو على القناه الثانيه، ولكن كثير من المؤسسات كتعيش مشاكل ماليه، مؤسسات كبيره وكتعيش مشاكل ماليه، خصوصا لما كيكون مشكل كيتعلق بالاشهار اللي هو لا يتحكم فيه. كنعرفوا ان الاشهار يعني اصبح يوزع على جميع مصادر وسائل الاتصال، وبالتالي القيمه ديالو المساهمه ديالو. السيد رئيس الحكومه كان وضح واحد المغالطه كبيره جدا، انه هذاك الرسم لم يتم لا تغييره في 2013 تم نفيه، وبالتالي ان الشطور الاخيره غير معني بها، بمعنى ان 80% لا يؤدون اي شيء بالنسبه للسمع البصري بصفه عامه. اذا ما يروج فهو من الاخبار الكاذبه. ولكن هذه مؤسسه تابعه في جزء كبير من الدوله. الدوله عندما تكون عندها مؤسسه معينه دوزيام او اي مؤسسه اخرى تعيش مشكل مالي، فيتم معالجتها وفق الاطار الممكن، لان هذه المؤسسات كتادي واحد الدور كبير جدا، وانتم اعلاميون تعرفون ما معنى القنوات الاعلاميه. فبالتالي هناك حلول متعدده للحفاظ على هذه القناه ودعمها حتى تبقى قناه وطنيه تؤدي المهمه ديالها.